بسم الله والحمد لله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. وكذلك ذكرت فيها أدعية لامرأة عمران عليهما السلام وسيدنا زكريا عليه السلام، كيفاش كانوا ثقتهم بالله مطلقة، وهذا ما يشرب هؤلاء الذين ذكرناهم ذكرناهما شربنا ونحبهم محبة قصوى من بين العالمين. وهذا دليل لأحلى المؤمنين أن نفخر بهذا الجنس من المؤمنين اليوم في قمة الإيمان وقمة التصديق للرحمن، وخير متبعين لرسل السلام عليهم السلام جميعا بالتمام والكمال.